بالنسبة إلى المشاريع الحديثة التي خرجت للناس في هذه الأيام، وهي مشاريع الإنتاج الحيواني وإنتاج الألبان ومشاريع الإنتاج الزراعي ومشاريع العقارات الكبيرة مثل العمائر، فهل على هذه الأشياء زكاة؟ وكيف تخرج زكاتها؟ مثل ما تقدم، إذا كانت هذه المشاريع للبيع والشراء وطلب الربح تزكيها، كلما حال الحول عليها التي عدها للبيع، عمارة أو أرض أو دكان أو حيوانات في مزرعته أو ما أشبه ذلك، تزكيها إذا حال عليها حول بحسب القيمة. أما الأدوات التي في الصنعة فلا فيها زكاة، نفس الأرض التي هي المزرعة ما تزكى، لأنها ما عدها للبيع، إنما يربي فيها حيوانات للبيع أو يزرعها ونحو ذلك. فالزكاة في المساجد، أما عين الأرض ورقبة الأرض التي أعدها ليزرع فيها وينمي فيها الحيوان لا زكاة فيها. كذلك النجار والحداد، الأدوات التي عنده لا زكاة فيها، الدوم والمنشار وجميع الأدوات لا زكاة فيها، إنما زكاة الأموال التي أعدها البيع، الأبواب والحديد الذي يباع، الآلات التي تباع. أرادوا بيت السكن ولم يرد التجارة، أجاروا هذا ما هو على التجارة من أول يسكن فيه أو يؤجره ويأتي بالأجار أي بالحاجات فلا زكاة.